why. احتفالية كبرى أقامتها مدارس المتفوقين والمتفوقات للعلوم والتكنولوجيا، مشروعات وابتكارات كبيرة من عقول مصرية صغيرة حاصلة على المراكز الأولى في كبرى المسابقات الدولية. كاميرا نبض القاهرة سلطت الضوء على هذه العقول النابغة. المشروع عبارة عن جهاز بينقي أي نوع مياه ملوثة أو غير صالحة للشرب وبيحولها لمياه صالحة للشرب، بالإضافة إنه بينتج بايو ديزل، جليسرول، طاقة كهرومائية، طاقة هيدروجينية، مادة خرسانية، فيتامين بي، وبيتخلص من السحابة السوداء الناتجة من قش الرز. كل ده بيعتمد أساسيا على قش الرز، أصلا بناخد منه الحرارة اللي بتوصل ل 1200، بننقي بها المياه بعد ما بنعديها على حاجة اسمها معالجة حيوية، بيطلع لنا مياه صالحة للشرب ومتحللة ومتوثقة من شركة القابضة للمياه. وأنا عايزة نعمله يوصل في الآخر لحاجة، يعني المشاريع تتطبق. احنا مش بنعمل عشان عايزين نتكرم، احنا بنعمل عشان، يعني انا كنت بشتغل على المشروع مش عشان ندخل بيه مسابقه ولا كان في دماغي المسابقه، انا كنت بعمل المشروع عشان عايز احل مشكله. فانا احس ان انا مشروعي نجح ساعتها لما المشروع هيتطبق وهيحل المشكله اللي انا كنت شغال عليها. البروجكت بتاعي بيتكلم عن علاج السرطان. في طبعا طرق كتير لعلاج السرطان بس كلها ليها اثار جانبيه كتير. انا بحاول ان انا الاقي طريقه ملهاش الاثار الجانبيه اللي بتضعف جسم المريض وبتتعبه جدا. فانا بستخدم ماده معينه موجوده على ورق الشجر، الماده دي مهمتها ان هي تحمي ورق الشجر وتعزله ان هو ما يدخلش ولا يخرج اي مواد، كنوع من انواع الحمايه للنبات. فانا بستخدم الماده دي مع حاجه اسمها تيومر ماركر او الانتي بودي. الانتي بودي ده بياخد الماده بتاعتي دي ويوديها لغايه الخلايا السرطانيه عشان يعزل الخلايا السرطانيه، ما يخليهاش لا تدخل ولا تخرج لا غذاء ولا اكسجين ولا ميه. من غير الثلاثه ريسورسز دول الخلايا السرطانيه كل الانشطه الحيويه بتاعتها تقف والخلايا تموت لوحدها. ولما بيجي جهاز المناعه بيشيل الخلايا الميته مع اي مواد غريبه ويوديها الكبد والطحال عشان يعمل لها عمليه ريسايكل، بيقدر الكبد والطحال يتعامل مع ماده الكيوتين دي عشان ماده ايه، ماده اورجانيك عادي طبيعيه، بعكس اللي في طرق علاج كتير ما بيقدرش يتعامل مع المواد اللي بتستخدم في طرق العلاج دي. المشروع ببساطه عباره عن خلايا شمسيه معدله. بعد خلايا شمسيه قامت بصنعاء جامعه ستانفورد، والخلايا الشمسيه ديت تقدر توصل بكفاءتها لمقدار 75%، وده لمقارنه بالخلايا الشمسيه التقليديه اللي كفاءتها لا يمكن تتعدى 33.7، وده طبقا لحد عالم عمله اسمه شوكلي كويزر. وبالتالي الخلايا الشمسيه ديت هي الوحيده من نوعها اللي تقدر تنافس صناعات الوقود الحفري، وده كمان مقارنه بسعر الوقود الحفري، ان الخلايا الشمسيه اللي من نوع جديد ديت تقدر يكون سعرها اقل كمان من الوقود الحفري، وده نتيجه لان الماده المصنوعه منها الخلايا الشمسيه ديت عباره عن مشتق من مشتقات الكربون بس في النانو سكيل او في مقياس النانو. طبعا الدراسه بره مصر، الولايات المتحده الامريكيه بتصرف وبتهتم بالبحث العلمي وفيها تخصصات مش موجوده لسه عندنا في مصر، زي التخصص اللي انا اخترته اللي هو هندسه الاعصاب. التخصص ده كتخصص من جوه الهندسه الطبيه مش موجود عندنا في قسم الهندسه الطبيه، فده كان سبب رئيسي في ان انا اختار دراسه في الولايات المتحده الامريكيه. وطبعا توفر فرص البحث العلمي وان التعليم هناك يعني ممكن يكون هو اللي احنا بنطمح للوصول اليه ان شاء الله في الفتره اللي جايه. المدارس دي ميزتها انها بتدرب ولادنا على كيف يحلوا مشكلاتهم، ازاي لو عندنا مشكله تلوث نحلها ازاي. وده يمكن اشتغلت ياسمين على فكره قش الرز وانها تمنع السحابه السوداء، وازاي قدرت انها تقدم نموذج متميز قدر ان هو ياخذ على تاخذ المستوى الاول في مجال العلوم البيئيه او تطلع الاولى على مستوى العلوم على 72 دوله. كذلك كل واحد فيهم كان بيفكر في مشكلات كثيره جدا مرتبطه بمصر، ازاي انت تحط، فبياخد مشروع، المشروع ده بيشتغل عليه 10 شهور او 12 شهر بصفة دائمة، وبعد كده احنا بنعمل مسابقات بنصفي مجموعة منهم وبناخدهم وبنصعدهم على مستوى العالم. ونتيجة نجاح هذه التجربة احنا ان شاء الله هنزود المدارس. احنا عندنا خطة ان المدارس تصل وان كل محافظة يكون فيها مدرسة، كمان يبقى 27 مدرسة على مستوى الجمهورية.